معسكر كبير آخر يفقده الحوثيون في الجوف. طيبة الاسم أحد أكبر معسكرات الجيش السابق الواقع في مديرية برط العنان إلى الشمال الغربي من محافظة الجوف، والذي كان مقاتلو الميليشيا قد استحوذوا عليه منذ سنوات لترجيح كفتهم العسكرية في المحافظة ولإسناد عملياتهم العسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية. بالأمس تم السيطرة على معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي، هذا المعسكر التاريخي الذي له تاريخ طويل في عهد الجيش اليمني، وبتحريره سيتم قطع امداد الميليشيات في وادي الظهيرة ووادي القعيف. وكما أن هذا المعسكر له أهمية استراتيجية حيث أنه يشرف على الخط الدولي الذي يربط البقع بمنطقة اليتمة أو بمحافظة الجوف، وخسرت الميليشيات خسارة كبيرة بتحرير هذا المعسكر. استعاد الجيش الوطني هذا المعسكر وتمكن خلال معارك اليومين الماضيين من إحكام سيطرته الكاملة على محيط المعسكر وتجريد الميليشيا من أحد أهم نقاط التحكم بالمنطقة الاستراتيجية التي تشمل مثلث البقع والطريق الدولي الواصل بين الجوف والمملكة. بفضل الله تعالى ثم بفضل الأبطال المجاهدون من معسكر طيبة الاسم، وطأت أقدامكم كإعلاميين لبث الحقيقة وإظهار الحقيقة للإعلام بأن اللواء الأول حرس حدود تمكن من السيطرة وتحرير معسكر طيبة الاسم. انتصار تعزز بانتصار آخر أحرزه الجيش الوطني والمقاومة في سلسلة جبال العقبة المشرفة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، فقد نفذ الحوثيون واحدا من أخطر هجماتهم العسكرية على نقاط تمركز الجيش جنوب العقبة، إلا أن الجيش تمكن من كسر الهجوم والسيطرة على أجزاء من هذه المنطقة وإيقاع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. الحمد لله رب العالمين، تم اليوم كسر الهجوم الذي هجم على الهضبة، وبعون الله سبحانه وتعالى والرجال الأبطال يعني هجموا عليهم من كل حد وصوب، فقتلوا فيهم واستيسروا وتفيدوا من السلاح والذخيرة. تتركز معظم عملية الجيش في شمال غرب محافظة الجوف على مقربة من الحدود مع المملكة العربية السعودية في محاولة لخلق عمق جغرافي يحول دون وصول مقاتلي الميليشيا إلى الحدود، في وقت لا تزال فيه مدينة الحزم عاصمة الجوف تئن تحت وطأة الاستهداف السهل لها من قبل مسلحي الميليشيا الذين يهيمنون على الهضبة الواقعة على بعد 10 كيلومترات فقط من المدينة. يتواجد مقاتلو الميليشيا في سلسلة جبال العقبة هذه حيث فرضوا سيطرتهم على الطريق الدولي الرابط بين الجوف والبقع على الرغم من توفر الإمكانية العسكرية اللازمة لدحر الميليشيا من هذه المناطق والتسريع في إحكام السيطرة على باقي المحافظة، أمر ترك العديد من الأسئلة بشأن مغزى إبقاء جبهة كهذه عرضة للاستنزاف اليومي بعيدا عن حسم يرقى إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمحافظة الجوف.